أهلا بكم مشاهدينا، هنبدأ لقاءاتنا داخل الاستوديو. بالتأكيد مبادرة هامة هي مبادرة حياة كريمة، واللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتوفير احتياجات المواطنين في كل المجالات الخدمية زي الصحة والتعليم والسكان، وبالتأكيد كانت معنية أكتر بالمناطق المحرومة من هذه الخدمات. المبادرة يعني نقدر نقول إنها ليست واحدة، ولكن بداخلها أكتر من توجه أو أكتر من مبادرة أصغر، ويمكن شفنا الكثير من هذه المبادرات بتشمل أو ضمن مبادرة حياة كريمة. عشان نعرف أكتر عن المبادرة دي، وخاصة أنه انضم لها كمان أو دخل جواها فكرة تطوير القرى وال1500 قرية على مستوى الجمهورية، فدي كمان هتبقى ضمن مبادرة حياة كريمة اللي بدأها سيادة الرئيس. هنعرف تفاصيل أكتر عن كافة التفاصيل المرتبطة بمبادرة حياة كريمة من خلال لقائنا القادم، واللي بيشرفنا فيه دكتورة سحر عثمان، مدير عام بالتضامن الاجتماعي، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي لها دور كبير في هذه المبادرة. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. هنبدأ مع حضرتك ونعرف أكتر عن ماهية مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة جدا، ترفع من قيمة الإنسان المصري، توفر له جميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية. مبادرة حياة كريمة بدأت حوالي 2019، بدأت ب 103 مليار لوزارة الشؤون الاجتماعية لرفع حالة الأسر، سواء كانت الأرامل، المطلقات، مهجورة العائل، المرأة المعيلة بكل أنواعها. عندنا المسنين كانوا استفادوا حوالي 12%، في حوالي 26% من الأرامل اللي استفاد، في حالات العجز استفادت، في عدد كبير جدا تم تطويره من الوحدات، حوالي 8 وحدات وحوالي وحدتين صحيتين، وحدات شؤون اجتماعية ووحدات صحية. تم بناء منازل وتسقيف المنازل بالألواح الخشبية، ادخال مياه صرف صحي، تم عمل عدد حوالي 800 قافلة طبية لكافة المحافظات الصعيد، تم عمل حوالي 17، كان مستهدف 17,000 نظارة في القوافل الصحية، الكشف وعمل عمليات جراحية لعدد كبير جدا من المواطنين. رفع الحالة الإنسانية للمواطن المصري ده ضروري جدا، ضروري ان يكون عنده صرف صحي، ضروري يكون عنده مصدر مياه نقية، ضروري ان يكون عنده مسكن ملائم، ضروري يكون عنده الخدمات الأساسية زي الغاز، زي الصرف الصحي، زي الكهرباء، زي طريق مرصوف. كل ده بيتطلب ان يكون هناك انسان، الانسان اللي احنا بنتعامل معاه يجب ان ينعم بهذه الخدمات، وده واجب الدولة وواجب الحكومة. فاحنا بنشكر سيادة الرئيس رئيس الجمهورية على تبني المبادرة وإدخال 1500 قرية في مبادرة حياة كريمة. ليه أدخلنا 1500 قرية مبادرة حياة كريمة؟ ليوجد عدد كبير جدا من الاستثناءات، استثناءات لرسوم البناء، استثناءات لكافة رسوم استخدام الشباك الواحد، وجود تسهيلات كبيرة. ال 1500 قرية كيفية انتقائهم أو العمل بيهم، احنا المرحلة الأولى اللي قلنا إنها في 2000 و اللي هي 19 كانت بدأت بحوالي 277 قرية. 277 قرية كان خدمات الشؤون الاجتماعية، التضامن الاجتماعي، من رفع كفاءة للمسكن، من عمل قوافل طبية، من مساعدة يتيمات، من مساعدة في الشتاء، من وجود كراتين مساعدات، كل كافة الفئات هذه المستهدفة. المساعدات المستهدفة على 277 قرية. طيب الاعتمادات كان المالية اللي اعتماد كانت مالي 103 مليار جنيه. وزارة التنمية المحلية أخذت حوالي 9.8 مليار جنيه لإقامة مساكن لإيواء المواطنين في برضه محافظات الصعيد، يعني هي بدأت في محافظات الصعيد، هي بدأ بدأت تكافل وكرامة في محافظات الصعيد. كل ده إدخال ال 1500 قرية، موضوع جميل جدا، والمفروض إن إحنا من 30 سنة كنا بدأنا بيه، بس إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو بدأ بيه فعلي، إن إحنا ال 1500 قرية ناخدها من 20 محافظة وناخدها من 51 مركز إداري. ال 51
50 مركز إداري دول من ال20 محافظة تم انتقاء القرى اللي هي 70% من الفقر. 70% إزاي؟ يعني في قرية فيها مدرسة وما فيهاش صرف صحي، قرية فيها صرف صحي وما فيهاش خدمة زي المياه الشرب، قرية فيها عايزة محطة كهرباء، عايزين رصف، عايزين إدخال غاز، عايزين كذا. فكل الخدمات الأساسية لما بتتعمل تكون متكاملة في القرية بيشعر بها المواطن، لكن لما بيلاقي خدمة والخدمة الباقي التانية مش موجود. موجودة فما بيحسش إن في اكتمال لإشباع رغباته واحتياجاته الأساسية. بس أكيد المردود أو الوجود في أرض الواقع من 2019 هم اللي خلوا إن احنا نبدأ نفكر في هذا المشروع العملاق، يعني المشروع لأنه العملاق ده قام على الشباب، لمستوا كل اللي موجود في كل قرية واحتياجاتها وإيه المشاكل اللي موجودة فيها، فلقيتوا إنه القرية مش بس الحاجات المرتبطة بحياة كريمة زي ما حضرتك بتقولي، إنه كم حد عايز مثلا سقف لبيته أو خط مية نظيف أو لا، احنا لقينا إنه في مشكلات أكبر من إنه تبقى حاجات تمام. احنا بصورة عايزين فردية. ننهض، ننهض ونقوم نقف كلنا على رجلينا، الفئة المتوسطة واللي تحت المتوسطة واللي فوق المتوسطة، ما كل انسان في القرية سواء كان مختلف المستويات المادية او مختلف الدخل بيحتاج احتياجات اساسية. فانا لما اشتغل على الاحتياجات الاساسية انا بكده كرمت الانسان، حسسته بانسانيته، حسسته بادميته، اشتغلت على الانسان نفسه. انا في الدولة دي ابني الانسان قبل اي حد، هبني له المدرسة عشان يتعلم فيها، صحيح، هعمل له وحدة هيستعمل صحية الصرف الصحي علشان فيروس سي اللي صرفنا عليه مبادرات الرئيس في علاج فيروس سي، ينتهي فيروس سي ونشر ان مصر خاليه من فيروس سي بناء على وجود صرف صحي في كل قريه. لما انا يكون عندي طرق ممهده، يكون عندي ادخال غاز، هوفر الانبوبه اللي فوق قدر المواطن حاليا ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه و 70 جنيه على حسب مختلف الاماكن. لا لما انا دخلت غاز في مركزي، انا في مركز مشتول، اصبح المواطن بيدفع حوالي 30 جنيه غاز في الشهر، فانا كده وفرت له من الدخل بتاعه، قدمت له خدمة، حسسته ان هو عايش في حياة سوية فيها بنية أساسية تحتية. احنا جينا لما جم يختاروا المحافظات عملوا حاجة جميلة جدا، فرق من الشباب، مجموعات من الشباب من القرى ومن المراكز، هي اللي نزلت وهي اللي شافت وهي اللي خدت من الناس انت محتاج ايه في القرية دي، وحضرتك محتاج ايه، وانتوا ناقص لكم ايه، وخدوا كل المعلومات دي ورفعوها لرئاسة الوزراء، وابتدى في مجموعة كبيرة بتشتغل على الموضوع ده بحيث ان احنا بنرفع الاحتياجات الاول. رفعنا الاحتياجات، ابتدينا نشوف القرى الاكثر احتياجا والاكثر فقرا ان احنا المفروض ان احنا نبتدي بيها. فابتدينا بمحافظات كتير زي محافظات سوهاج وزي محافظات المنيا، يعني في محافظات خدنا منها سوهاج مثلا خدنا منها 7 مراكز، في محافظات البحيره خدنا منها 6 مراكز، محافظات قنا، محافظات المنيا خدنا 5 مراكز من كل واحده، في محافظات خدنا مركزين زي محافظات مثلا بني سويف، زي محافظات المنوفية، كل يعني في محافظات كتير زي الشرقية واسماعيلية خدنا منها مركز واحد، والاسماعيلية والدقهلية والغربية وعدد كبير والوادي الجديد خدنا منها مركز واحد. ده حسب ايه؟ حسب وجود مجموعات من الشباب تم تطويحها للعمل في نقل احتياجات القرى والمراكز ومتابعتها ومتابعة العمل بيها. الخطة كلها على مدار 3 سنوات، طيب يعني 2023 2024. انه المبادره دي مبادره حياه كريمه في الاعم، هي مش بتاعه جهه لوحدها، ولكن هي مؤسسات الدوله كلها، تكامل مؤسسات الدوله عشان يتم تنفيذ هذه المبادره. احنا قلنا كلمه ان احتياجات المواطن الاساسيه المفروض ان الحكومه دي وظيفه الحكومه انها توفرها، ولكن العزف المنفرد لا يؤدي الى نجاحات. صحيح. عشان كده هنقول حاجه، ان احنا بنشكر الرئيس ليه؟ لان المبادره اللي بيقوم بها الرئيس سواء كانت مبادره لفيروس سي، مبادره لقياس الضغط والسكر، مبادره لعلاج الاورام، مبادره للعمليات الليسته بتاعت العمليات الجراحيه، ان احنا نبتدي نخلص القوائم الانتظار كلها في الليسته. تمام. المبادره دي عباره عن ايه؟ عباره عن تكاتف جميع أجهزة الدولة في العمل في هذه المبادرة. عشان كده مفيش حاجة بتنجح في مصر نجاح ملحوظ بيشعر به المواطن إلا مبادرات الرئيس. ليه؟ لأن أنا بتكاتف مع جميع أجهزة الدولة، سواء كانت المؤسسات، سواء كانت الجمعيات، سواء كانت الوزارات، يعني هنلاقي وزارة الشؤون الاجتماعية بتشتغل مع التنمية المحلية، مع الإسكان، مع الصحة، مع جميع المناحي اللي ممكن تقوم لنا الكرة دي. هنحتاج فلوس قد إيه؟
هنحتاج كتير، هنحتاج حوالي 500 مليار جنيه. يعني الخطة موضوعة على مدار 3 سنوات هتحتاج 500 مليار جنيه. احنا خدنا مثلا من محافظة الشرقية مركز، زي ما انا قلت مركز الحسينية، مركز الحسينية كان في الأول متاخد منه 25 قرية، لا أخدنا المركز كله بقى 41 قرية. عشان كده كانوا بادئين ب 1381، بعد كده وصلوا لغاية 1500 قرية، بحيث إن أنا لما أطور المركز كله أطور القرى بتاعته كلها، ما ارجعوش المواطن تاني بقى خلاص. هخدم 58 مليون مواطن، عدد سكان القرى ال 1500 اللي انا خدتهم. يعني هيبقى عندي تقريبا يعني نص 60% تقريبا، من الشعب المصري اكتر من نص وصلته، سكان مصر وصل المواطن احتياجاته خدمات. والخدمات وصلت لغايه عند المواطن. انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في ان انا السنوات الماضيه، يعني 5 6 سنين اللي فاتوا، كنت انا ببني الدوله، باسس الدوله تشريعيا، باسس الدوله، بشتغل على السياسات الخارجيه، بشتغل على المشروعات الكبيره اللي باسس بيها الدوله، برسم الحدود بتاعتي، بعمل علاقات دوليه، بعمل تكاتف ما بين الدول العربيه بعضها البعض، بدعم القواعد الاساسيه للدوله. بعمل شبكة طب طرق المواطن أنا ماشي في الشارع بيقول انا خدت ايه في من كل ده؟ الجمهورية. انا وصلني ايه؟ انا ابني اشتغل، انا بنتي اشتغلت، انا الميه ما وصلتش عندي، انا عندي قانون التصالح. كان في 150 مليون جنيه دفع رسوم التصالح للاسر الفقيره التي لا تستطيع دفع رسوم التصالح. فدي كانت حاجه برضو جميله جدا من داخل مبادره حياه كريمه. طيب أنا عايزة أعرف من حضرتك أكتر، يعني إحنا بنتكلم طبعا على كافة أجهزة الدولة، لكن كمان في المجتمع المدني اللي بيحاول يعمل بعض الحاجات اللي هيتم تنفيذها. حضرتك عضوة ومؤسسة لأكتر من جمعية ومؤسسة خيرية، شايفة دور المجتمع المدني إزاي يتكامل، وهل هيتم من خلال مؤسسات الدولة الاستفادة بخبرات المجتمع المدني؟ المجتمع المدني ضرورة، لأن العمل داخل المجتمع المدني لازم يكون بتوافق تام ما بين المجتمع المدني وما بين الأجهزة المنوطة لخدمة المواطن وخدمة المجتمع. إزاي؟ أنا في المرحلة الأولى 277 قرية، تم مشاركة حوالي 16 جمعية، 16 جمعية أهلية. الجمعية الأهلية جمعية تنمية المجتمع أو أيا كان نوع الجمعية أو المؤسسة، فهي بتخدم نطاق معين، نطاق على نطاق القرية، على نطاق المركز، على نطاق المحافظة، على نطاق الجمهورية. ففي جمعيات كتير جدا وجمعيات مشهورة ابتدت تشتغل وابتدت تتكامل. تتكامل في إيه؟ لو الشؤون الاجتماعية بنت البيت، أو وزارة التنمية المحلية بنت البيت من المليارات اللي اتصرفت، بتيجي جمعية من الجمعيات تتبرع بالأساس، تتبرع بالأجهزة، تتبرع بأغطية، بملابس، بغيره. فاحنا دلوقتي محتاجين جدا 50% من العمل، 50% من المجهود والنجاح بيكون للمجتمع المدني. تكاتف وتكامل أجهزة الدولة كلها، ده منوط، دي فرصة. أنا شايفة إن حياة كريمة، شايفة المبادرة ال 1500 قرية دي فرصة، نجاحها هيؤدي لمزيد من القرى ومزيد من الخدمات ومزيد من الأعمال. بس هو في حاجة واحدة كنت عايزة أنا أضيفها لل اتفضل. 1500 قرية. أنا زي ما بقوم على عمل المدرسة، وطبعا كان في لقاء الرئيس مع الشباب، والشباب عرضوا إيه اللي اتعمل ووصلنا لإيه، في مدارس بتتبنى، في محطات صرف صحي، في طرق بتترصف، في غاز بيدخل للقرى، في بيوت ومنازل بيتم إقامتها. كل الكلام الجميل ده كله جميل جدا، ولكن أنا عايزة أزود حاجة بسيطة خالص. أنا لكل قرية عندي لها ثقافة، ولكل قرية عندي لها مهنة. في قرى يعني بتشتهر بصنع الياسمين، في قرى بتشتهر بصنع دودة الأز أو الحرير حرير. الأز، في قرى بتشتهر بورق البردي، في قرى بتشتهر بصناعات الثقافة عندنا. أنا بعتبر إن أنا مش عندي 27 السجاد، محافظة، الفخار، كل كتير. يعني احنا عندنا وأنا مراكز حضرتك قايمة على أنا عندي الصناعات اليدوية 27 دي أو دولة، الحرفية. يعني أنا عندي 27 دولة. ال 27 دولة دول، والله أنا بعتبر كده، يعني أنا يعني ثقافات البلاد اللي حوالينا أو بترسم أو كذا، فأنا بعتبر إن كل محافظة عندي عبارة عن دولة، عبارة عن ثقافة خاصة بيها، عبارة عن ملبس يعني بيميزها، هي أسامي عبارة عن الحرمات. صناعات يدوية ومهارات وتقنيات عالية جدا نادرة، مش هتلاقيها في المحافظة اللي بتجاورها. في محافظات عندي تشتهر بالبلح، في محافظات عندي تشتهر إسماعيلية، بالخوص الفراولة، وصناعة ال والمانجا، آه و و سينا
سيناء، شمال سيناء، فانا المجالات انا اليدوية انا بطالب ان كل الزيتونة. يعني كل قريه في ال 1500 قريه احنا بندرس احتياجاتها والبنيه الاساسيه التحتيه للقريه وكيفيه العمل فيها. في حاجه مهمه جدا، انا ازاي اشغل الشباب، الشابات، شباب وولاد وبنات، و5% اللي هم ذوي الهمم، دول كلهم لازم الاقي لهم، لان انا مجتمع شاب، انا مجتمع مصر بتتميز انها 50% شباب. الهرم بتاعي اختلف، زمان انا كنت بعمل الهرم والقاعده عندي كانت بتبقى المجتمع الكبير في السن ما فوق ال 45، لا انا القاعده عندي هي الشباب، 50% من سكان مصر شباب، مصر بتتصدر قاره افريقيا، مصر لها موقع متميز، مناخ طبيعي اغلب ربيعي اغلب العام، كل ده جميل. طيب انا ازاي دلوقتي اخلق فرصه للشباب؟ انا عايزه مصنع، انا هبني مدرسه وهعمل محطة صرف الصحي، حضرتك بتتكلف حوالي 70 مليون جنيه المحطة الواحدة، بتتكلف طبعا هي على حسب مساحتها وعلى حسب حجمها حسب وحسب الرفع الكثافة او العددية المعالجة، أو وكل مجموعة كرة بتعمل لها محطة معالجة، محطة محطة المعالجة معالجة. بتوصل لغاية 300 مليون جنيه لانها ممكن تشمل عدد كبير من القرى، معالجة الصرف الصحي، تمام؟ فانا بصرف وهصرف 500 مليون جنيه على ال 1500 قرية اللي من 20 محافظة، اللي من 51 مركز، اكيد ال 20 محافظة كل محافظة وكل مركز وكل قرية بتشتهر بصناعات. انا عايزة ان انا ادرس الثقافة بتاعت المجتمع، ايه المصنع اللي ممكن ان انا اعمله بتمن مدرسة او بتمن محطة صرف صحي واشغل فيه اغلب الشباب والناس. يبقى انا جبت المصنع، مش هحط المصنع في المناطق الصناعيه الكبيره، لا انا جبت المصنع، مصنع غزل مثلا، مصنع سجاد، مصنع كذا، ايا كان المصنع مكونه، ويكون موجود في داخل القريه، يكون موجود في داخل القريه. طبعا انا ببني على املاك دوله، سواء كانت المدرسه او سواء كان الصرف الصحي او كذا او كذا، فانا اعمل مصنع كمان طيب واشغل فيه الشباب، يبقى ده مشروع متكامل. تمام، طيب دكتورة، أنا عندي اتفضلي. حاجة تانية اللي هي خاصة بأنه أهالي كل مكان بيبقى عندهم أفكار أو فكرة لتحسين المكان الخاص بيهم، تمام، وبنشوف تبرعات، حد يتبرع بحتة أرض عشان تتعمل مدرسة أغلب عليه، المدارس تبرعات. حد يتبرع بمكان تاني عشان يتعمل ساحة مثلا رياضية وهكذا. الحاجات دي كانت بتتم على استحياء كده، والناس يعني بتعملها ما بينها وما بين بعضيها. الدور دلوقتي ودور كل مواطن في قرية هيتم تطويرها الأول، إزاي يساعد الدولة وإزاي يكون بالفعل قادر على إنه يكمل المنظومة الخاصة بمبادرة حياة كريمة. عندنا عادات في الريف جميلة وعندنا قوة إيمانية كبيرة. يعني أنا مثلا في مركزي، في مركز مشتول حوالي 12 قطعة أرض تم التبرع بها، إن كل شخص مثلا بيتوفاه الله فأهله بيتبرعوا بجزء من الميراث، بجزء من الأرض. يعني أنا أتذكر إن كان عندي واقعة أنا شخصيا، كنا عايزين 6 أراضي أرض عشان نبني مدرسة تجريبية في مشتول، فإن يعني لما جينا نعمل معاينة قال لا ده المدرسة لازم تبقى على 8 أراضي أرض، فالورثة اتبرعوا بالثمان قريت ارض كلهم. فلمينا حوالي او جمعنا حوالي 12 قطعه ارض، عملنا عليهم مدارس وعملنا عليهم معاهد ازهريه لخدمه المجتمع وتعليمه. فدي حاجه في يعني ايه، عقيده دينيه مترسخه داخل الانسان المصري، يبني جامع، يبني مدرسه، يبني مستشفى، يترحم على ذويه بشيء طيب. فدي حاجه كويسه جدا واحنا بنلمسها في جميع القرى وبالذات في الريف، فهي مشهوره قوي الموضوع ده. ويمكن اغلب المدارس كان الاول الدوله بتشيل المدرسه من اول الارض لغايه المباني، لا دلوقتي يقول لك اتبرع بقطعه ارض او صرف صحي، القريه نفسها بتتبرع بقطعه ارض، 3 أراضي أرض لمحطه صرف صحي او اراضين، 8 أراضي أرض علشان مدرسه. فبتبتدي تتكتف البلد كلها اللي بيتبرع، لو عنده اراضي بيتبرع بجزء منها. وطبعا في تسهيلات جامده نفع عام للدوله، فبيبقى في تسهيلات جامده في الاجراءات وفي اخذ التراخيص والحاجات دي كلها. فدي حاجة يعني موجودة في العادات عندنا وفي في القيم الدينية اللي موجودة عندنا، فدي حاجة جميلة وميسرة واحنا بنشجعها عموما. يعني يعني شايفة انه ده ممكن يكون برضو من ضمن حافز من ضمن الحوافز اللي المبادرة، بتشجع وانه الدولة. هيساعد على انه القرى دي يتم التنفيذ فيها بصورة اسرع. تمام، يعني الاحتياجات وكل قرية أكيد مشاركة عارفة إيه القرية اللي هتشارك ناقصها. بثلاث أراضي أرض مثلا بمبلغ معين هيتبني عليها صرح،
يخدم أولادها من سنين سنين وسنين، تمام؟ والصرح اللي هيتبني ده سواء كان مدرسة أو محطة صرف صحي أو محطة كهرباء أو إلى آخره من الخدمات البنية الأساسية التحتية، ده هيكون تكلفته مضاعفة مئات المرات لثمن الأرض. طيب دكتورة سحر، حضرتك يعني جزء كبير من التركيز على الشباب، ويمكن حضرتك قلتي اللي رفع كل المشاكل المرتبطة بهذه القرى في شباب البداية طبعا، واحتياجاتها شباب. لو في لسه شباب مش شايف الصورة ومش متفاعل مع المبادرة، نشده ازاي عشان يكون برضو، وخاصة انه ممكن يكون نسبة كبيرة منهم ما عندوش وظيفة، ازاي يكون له دور في اعادة صياغة قرية اللي هو عايش فيها بحياة كريمة تليق بيه وتليق بكل افراد القرية؟ تمام. احنا عندنا دلوقتي هنقول ايه موضوع الشباب. موضوع الشباب ان احنا كان او اهتمينا بالقرى ليه؟ لان كان عندنا في الدولة عموما هجرة، الهجرة الداخلية، كان دايما الناس بتهاجر للقاهرة، بتهاجر لاسكندرية، بتهاجر للمدينة. للمحافظات اللي فيها الخدمات واللي فيها فرص العمل، تمام؟ في نوع تاني من انواع الهجرة اللي هي الهجرة غير القانونية الى البلاد الاوروبية او البلاد الخارجية خارج مصر، ودي هجرة غير قانونية وليها مخاطر كتير جدا. انا ازاي اعالج الهجرة من الشباب ده واجد لهم فرص عمل واوجد لهم انتماء في قريتهم وفي بلدهم؟ اول هام انا بمدي له ايدي وبقول له انا هشتغل معاك، هيبتدي يتوجه على طول اقرب جمعيه له، هيبتدي يتوجه الى مجلس المدينه اللي هو التابع له، الوحده المحليه اللي هو التابع ليه، هيبتدي يتوجه بكل طاقته. احنا مثلا على سبيل المثال في منحه 16 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبي، 16 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبي نازلين لجهاز تنميه المشروعات في محافظه الشرقيه، جهاز تنميه المشروعات بيتبع مباشره رئاسه الوزراء. تمام؟ جهاز تنمية المشروعات هيعمل ايه ب 16 مليون جنيه؟ جاي مستهدف القرى اللي بيتم منها الهجرة الغير قانونية. يعني في بلاد كتير عندي بتهاجر لإيطاليا، بتهاجر لبلاد معينة، واحد راح واشتغل وبنى، رجع تاني بنى بيت واتجوز والناس لقته نموذج وقدوة ليها، فالشاب لقى القدوة القريبة له اللي عايز يعمل زيه. وطبعا ده بقى يمثل خطورة كبيرة جدا بالذات في الوقت الراهن، عندنا خطر كورونا، عندنا خطر اللجوء من مكان لمكان او السفر غير قانوني خطر في حد ذاته صحيح، كان وله في حالات ضحايا كتير كثيرة. مش عايزين نتكلم تمام. فيها وله مخاطر بس كتير جدا يعني انه يعني تصل الى السجن او فقد الحياة، تمام؟ فاحنا ابتدينا ناخد 16 مليون جنيه وابتدى الجهاز يتواصل مع الجمعيات. الجمعيات ده جمعية، بصي انا بوصل للشاب لغاية عنده مش هو اللي بيجي لي، لكل جمعية من الجمعيات. يعني مثلا عندي الثلاث مراكز المنوط بيهم المنحة، مركز بلبيس، مركز مشلول السوق، مركز ميناء القمح. الثلاث مراكز دول فيهم هجرة غير قانونية كبيرة، فانا منزل لهم برامج. البرامج دي نازلة منحة مثلا مليون جنيه لجمعية من الجمعيات علشان تعمل ليها محو أمية، هتفتح حوالي 40 فصل، 40 فصل دول يبقى هتعين 40 مدرسة، يبقى أنا هلاقي وظيفة لشابة حاصلة مثلا على مؤهل عالي بتستطيع انها تعمل داخل قريتها. حضرتك في مثلا للنظافة الجمعيات بس برضو نزل لها حوالي مليون ونص، او في جمعيات نزل لها مليون على حسب، لتعيين شباب وشابات وذوي همم لجمع القمامة وتدويرها وأجهزة تكون موجودة لتطوير القرية بملحقاتها. يعني عندي مثلا كل قرية فيها كذا عزبة وكذا نجع وكذا حاجة بالتوابع بتاعتها كلها. في أجمل حاجة بقى في الموضوع، في ما عندي مؤسسة تمكين، مؤسسة تمكين دي مؤسسة نشطة جدا في الشرقية، أخذت حوالي 2 مليون ونص من المنحة. المنحة ديت لتوظيف الشباب لدى الغير. يعني أنا هعمل إيه؟ تحسين توظيف الشباب لدى الغير، هعمل إيه؟ هعمل لهم دورات تدريبية، دورات تدريبية نشوف دي سوق هيكون العمل جاي فيها محتاج ايه وبعدين متخصصين. ادربهم على اساسه. في فريق عمل شغال إن إحنا بنجمع البطايق من البلاد دي اللي منوطة بالثلاث مراكز، مركز ميناء القمح، مركز مشلول، مركز بلبيس، بنجمع صور البطايق بتاعت الأشخاص سواء كان شابات، ده نازل مستهدف الشابات من سن 18 لسن 29 سنة، شباب ولاد، شابات ذوي همم ال 5%. طبعًا
جميع المؤهلات من محو أمية إلى بكالوريوس إلى آخره. طبعا في فريق عمل بيجمع كل احتياجات سوق العمل، سواء كانت مؤسسات أو شركات خاصة أو كذا، بيقعدوا مع الـ HR وبيقول له أنت محتاج إيه، محتاج ناس تتدرب على إيه، محتاج كذا. جمعنا حوالي 8 مهن، مهنة التجارة الإلكترونية، مهنة الإنترنت، في طبعا تدريب على المهارات الحياتية، المهارات الحياتية إن أنا إزاي أعمل CV، إزاي أقدم نفسي، إزاي أنا أكون شاب عندي قدرات معينة وعندي مؤهل معين وعندي مهارات، أقدم نفسي لصاحب العمل إزاي. دي هتعمل فيها دورات خاصة. في دورات تانية اللي قلنا التجارة الإلكترونية، التغليف والتعبئة، الخياطة، حضرتك في مهارات كتير جدا. أنا اتقابلت مع الشباب ومع المؤسسات وابتدينا نشتغل معاهم وبنقول لهم يا جماعة الكلام اللي احنا بنقوله على التلفزيون، بنقوله في اماكننا التنفيذيه، بننزل لغايه الشارع وبنقوله من خلال ايه بقى؟ من خلال المؤسسه، من خلال الجمعيه، من خلال المجتمع المدني. فنزلنا اليوم عشان نكون فرق عمل، الفرق العمل دي هتكون موجوده، بنجمع الشباب وبنشوف كل شاب. طب واحد قال لي لا انا بخيط احذيه، انا بخيط شنط، انا مهنتي كذا اللي انا متعود عليها واللي انا عارفها. طب تمام، تعال هنبتدي نجمع المجموعات دي كلها ونعمل لها دورات تدريبية بادئة من اسبوع الى شهر. طبعا كل مدرب وكل مهنة بيبقى ليها تدريب معين. تخلص الدورات التدريبية هنبتدي ناخد الشباب من ايديهم كده، هنديهم شهادة ان هو اللي نجح طبعا واجتاز الدورة دي بامتياز، ونبتدي نوديه للمؤسسة اللي هيشتغل فيها سواء كانت شركة او كذا. هنسيبه؟ لا مش هنسيبه، هنفضل سنة متابعين. متابعة. متابعين ملف التعيين بتاعه الأول، حقوقه الاجتماعية وحقوقه التأمينية، التأمينات بتاعته الخاصة، التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وحقوقه في الملف بتاعه. هنبتدي الفيزا، طبعا فيزا كانت تطلع له عشان القبض بتاعه، هنبتدي نتابعه لمدة عام. مستهدف عدد قد إيه؟ أنا حوالي المستهدف عندي دلوقتي أنا بنشتغل حوالي على 2000 واحد من الـ3 مراكز. يعني لو ربنا قدرنا وجبنا أكتر من كده هتستمر المراحل. إحنا بنتكلم في حاجة يعني اسمها دول 2000 استمرارية. هياخدوا تدريبات، هوجد لهم مكان في سوق العمل أو في بعض المؤسسات والجهات والشركات، وبعد كده اتابعهم لمدة سنة. في السنة دي انا انا خلاص بخرج اديته دفعة خبره، جديدة، اديته على الطريق الصح. بدور على دفعة جديدة. اديته خبره هتبقى من في مراكز تانية التدريب. بقى لا، ولا من نفس المراكز نفس المراكز لو احتاجنا، على حسب الوضع. يعني انا مثلا لو محيط اميه القريه خلاص يبقى جميل جدا، هنتقل لقريه تانية. لو انا مشروع لجمع القمامه وتدويرها وتشغيل الشباب ده هيشغل نفسه، لان انا هاخد اشتراكات، هاخد يعني في عائد جاي، فالمشاريع هتشغل نفسها بعد كده. بالتأكيد. فالنجاح بيجيب نجاح، بس هو كل الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه ازاي احنا نتفاعل تفاعل ايجابي مع بعض. هي دي نقطه مهمه جدا، انا من المشكله بجد الحل. لو ما كانتش المشكله ما كانش موجود مش حل. هنجد ليها حل. فانا لازم مش هبص للمشكله، انا في مشاكل متعدده، ولكن انا شايفه ان احنا بنبتدي نحط رجلينا على الطريق الصح ونمشي خطى صحيحه ايجابيه. يعني طبعا ده مش هيتحقق من يوم وليله، مش هيتحقق كذا، لازم في مجهود، لازم في عناء، لازم في مشاركه. المشاركات الايجابيه هي المطلوبه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مش شرط الجمعيه اللي بتشتغل هي دي بس اللي تشتغل، لا، بيبقى في القريه اكتر من جمعيه. تكاتف الجمعيات مع بعض واشتراكها مع تكاملها. بعض في العمل وتكاملها، ده هيبقى عين رقابية على الجمعية اللي بتشتغل، ده هيبقى بيدي نسب نجاح أعلى. أنا كل ما طردت الطاقة السلبية والخلافات، كل ما تقدمت قدامه كان عندي إيجابية أعلى وفرص نجاح أعلى. وأنا لو نجحت في المشروع هيتكرر أكيد وهيتطور. يعني النهارده انا شغاله على تشغيل بنسب معينه باعداد معينه في اماكن معينه، لا انا بكره ممكن ربنا يكرمني زي ما انا بتكلم، ودي امنيتي ان انا لكل قريه مصنع. احنا كنا بنطالب الرئيس وبنطالب الحكومه بنقول عايزين 1000 مصنع، لا احنا عايزين لكل قريه مصنع، لان فعلا حتى المواد الزراعيه اللي احنا بنزرعها والخضروات والى اخره محتاجه مصانع، محتاجه ثلاجات، حفظ، محتاجه حفظ، تغليف. محتاجه تغليف، محتاجه في الجو المتقدم
المتطلب اللي احنا موجودين فيه ان انا اعمل تعبئة ليها، يعني زي الصلصة، زي الفراولة، زي الفواكه، زي احافظ كذا زي عليها. كذا. ففي صناعات متعددة لا، وفي يجب. حاجات مثلا السعر بتاعها بيجي في الموسم بتبقى رخيصة جدا، فالفلاح يسيبها في الارض عشان تكلفة ممكن نقلها، يعدمها، عشان تكلفة نقلها تبقى اعلى ده من ممكن السعر. يعدمها حضرتك. فليه في مش الوقت ده هيعدمها، الدولة ممكن هو يعني بيسيبها زي ما لا هي؟ لا، هو ممكن يأكلها للمواشي، يعني فليه بدل في ما الوقت ده ينقلها. ما يتمش التعامل زي معاها؟ القرنبيط والكرومب ومش عارف، في وقت لا، معين بس تلاقي البطاطس الحاجة، السنة دي بتهيألي البطاطس تلاقي الحاجة ليه ما سعرها نستفادش قل، منها؟ يبتدي يعني يأكلها للمواشي بقى في كأعلاف. مؤسسات تدخل وتاخدها وتحفظها او تتعامل معاها، توزعها على الناس المحتاجة يعني. وفي مبدأ جميل ان انا بنشئ المصنع في مكان الخام ومكان الايد فده العامله، يقلل تكلفة. هيقلل تكلفه النقل، هيقلل المجهود، هيقلل الطاقه. مش انا ببذل طاقه عشان اتنقل من قريتي لمكان المصنع او لمكان كذا، فانا ممكن اعمل مصانع صحيه داخل الاحوزه العمرانيه داخل كل قريه، يبقى انا وجدت فرص عمل لاهل القريه. احنا بنقول ان الشرقية المركز اللي تم، مركز الحسنيه مركز الحسنية، 41 قرن. ايه اكتر الحاجات اللي مطلوبة؟ هل المدارس، هل الصرف الصحي ومحطات المية، ولا ايه اكتر حاجة متكررة في كافة هو القرى؟ المتكرر الصرف الصحي. زمان من فترة كان بيجي المسؤول ايا كان يعمل شبكة صرف صحي. طيب الشبكة دي هتطرد على فين؟ في عايزة مكان الشبكة دي، تخلص فيه. الشبكة دي اللي هي المواسير اللي بتمشي في القرية كلها. طب انا وصلت عليها وحضرتك كلنا وصلنا عليها، ده محتاج ايه؟ محتاج محطة رفع صرف صحي، بعد منها محتاج محطة معالج. للمعالجة. طبعا ده ما كانش متوفر في كل القرى، والى الان مش متوفر في كل القرى. يعني لو جينا نلاقي مركز من المراكز ممكن نلاقي 5 6 قرى فيها والباقي مش موجود فيها، بدليل انهم كانوا واخدين 25 قرية من مركز الحسنية، بعد كده خدوا 41 قرية. ليه؟ لأن أنا ممكن أعمل محطات صرف صحي ال5 قرى جنب بعض ومحطة معالجة واحدة بتخدم على القرى دي كلها. فهي القصة كلها إن أنا ببتدي رقم واحد عندي الصرف الصحي، توفير مياه الشرب بطريقة آمنة، لأن في بعض القرى بتاخد من أو مراكز كاملة بتاخد من المياه الجوفية. كان عندي مركز مشتول مثلا بياخد من المياه الجوفية اللي هي المياه الارتوازية من تحت الأرض ويتم تنقيتها. ليه؟ طب أنا بطل على ترعة إسماعيلية، على يعني مياه نهر النيل جاية لي لغاية عندي. فابتدينا عملنا محطة مية تكلفة 320 مليون جنيه في قرية المناير مركز مشتول السوق، بتخدم مركز مشتول ومركز منيا القمح المركز المجاور، وهكذا محطة كهرباء ب 400 مليون جنيه على 5 أفدنة، وهكذا محطة غاز احنا 170 كمان مليون كان جنيه. عندنا مشروع الخاص بتبطين الترع، وده اعتقد هيكون له برضو مردود كبير قوي مع ده مشروع ممتاز، أنا حياة شايفاه كريم. مشروع ممتاز جدا من قبل وزارة الري، وده تناغم مع المبادرة، لأن احنا الترع في حاجة كده في الري إن احنا كل فترة لازم بنعمل لها نجيب الكراكة ونجيب المقاول ويبتدي يعمل لها توسعة ويعمل لها ويشيل الناتج ونحط الناتج، لكن هو لو بطنها بالخرسانة هيحافظ يقلل على فرص كمية المية. الحشائش وال هيحافظ على كمية المية، ده رقم واحد بالنسبة طبعا لي، إن أنا بحافظ على المية، المية توصل لغاية آخر آخر نقطة. قطعة أرض في على طول الترع. هتبقى لها منظر جمالي طيب ومنظر نظيف، لأن طبعا في سلوكيات ناس كتير بترمي ده اللي احنا بنتمناه بقى، مخلفات يعني على الدولة ضفاف الترع، ودي حاجة غير مقبولة والحيوانات بالمرة. النافقة والقمامة، ده ويعني موضوع غير المصارف والترع الناس بتستخدمها استخدام سيء، ودي حاجة غير مقبولة لأن مردوده في أوبئة وميكروبات عليهم. يعني احنا بنتمنى بقى مع اللي الدولة بتحاول تعمله دلوقتي، ان المواطن يكون عليه دور انه يحافظ على الحاجة دي. يعني احنا صحيح كان عندنا افتتاح لمجمع طبي، ويمكن تابعناه كلنا من خلال افتتاح سيادة الرئيس المجمع الطبي بالاسماعيلية، وقد ايه الحاجات يعني بالفعل شكلها جميل. احنا علينا الدور بقى ان احنا نحافظ المشاركة عليها الإيجابية، ونتعامل معاه، لان الحاجة دي بتاعتنا وملكنا، كل ما واحنا شاركتي يعني زي وتعبتي ما في الرئيس الموضوع كل قال، ما حافظت عليه. زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، المصريين هم اللي بيدفعوا الفلوس دي عشان نكلف او نعمل تمام، الحاجات دي. فهو ده الدور اللي لازم المواطن يستشعر بيه، الانتماء والحفاظ على ممتلكاته عشان نقدر نستفيد بيها ونحافظ عليها للاجيال. انا بشكر حضرتك جدا دكتورة سحر عثمان، او عثمان زي ما حضرتك طلبتي، شكرا. مدير عام بالتضامن الاجتماعي وعضوة ومؤسسة لاكثر من جمعية ومؤسسة خيرية، وان شاء الله
يعني نتابع مع حضرتك ومع كافة الجهات تنفيذ هننزل هذه ميدانيا المبادرة للقرى بإذن ونشوف ايه الله. اللي حصل إن فيها. شاء الله بإذن الله. شرفتيني وسعيدة بوجود حضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا. ميرسي يا فندم.